لأن معنا مواطن مغربي هنا بالعاصمة بروكسل، أحد محبي إذاعة المنار اللي كان كيتسنط المنار، راديو المنار في الماضي، اليوم أصبح باسم آخر، أنا ما كنعترف بهذا الاسم هذا. سي محمد، يعني شو هو الفرق بين الماضي والحاضر برامج الرياضية؟ أولا الأخ عبد القادر الصمدي، كنشكرك على هذه الفرصة هذه السعيدة، وهادشي طبعا كيشرفنا أننا نتحاور مع واحد الشخص اللي هو عزيز علينا كثير ومعروف عند الجالية المغربية بروكسل، بحكم يعني التاريخ ديالو في تقديم برنامج الرياضي في إذاعة المنار هنا في بروكسل. مع كامل الأسف أنا شخصيا والكثير من الزملاء ديالي كانوا من الناس اللي يعني كيعشقوا هذا البرنامج اللي كنت كتقدموه اللي هو برنامج الرياضي، كنت كتمدنا معلومات حية وصحيحة، ويعني ما كانش عندنا مشكل في معرفة يعني الخبايا وأسرار هذه الرياضة. مع كامل الأسف من بعد الخروج ديالكم من الإذاعة الأسباب أنا شخصيا أجهلها، يعني أنا شخصيا ما بقيتش كنتصنت لهذه الإذاعة، وكثير من الزملاء اللي هجروا هذه الإذاعة، يعني بين قوسين غادي نقول لك يعني بحال شي قهوة كان فيها شي صاحب محل شي قهوة يجي ولا شي باطلون اللي كانوا جميع الكليان كيبغيوه، وباع شي شخص آخر اللي ماشي ولد الحرفة، جا واحد إنسان آخر ألوغ مشاو له الكليان كاملين. هادشي اللي وقع للقسم الرياضي ديال إذاعة المنار، لأن إذاعة المنار فاش كان فيها السي عبد الخالق الصمدي يعني إنسان شعبي وشعباوي في نفس الوقت ومعروف وقريب من الجالية المغربية وكيعيش مع الحدث الرياضي بكل روح الرياضية، أنه واحد وما عمرنا حسينا بأنه كان صحفي بقدر ما أنه كان واحد من الجمهور ديال الجمهور العريض اللي موجود هنا في بروكسل. أنا شخصيا أتساءل لا أدري ما هي الأسباب اللي خلوا يعني مثلا خروج، لا أريد أن أستعمل مصطلح طرد أو خروج، يعني صحفي مقتدر اللي هو عبد الخالق الصمدي، مجيء بصحفي مغمور لا أريد أن أقول هاوي، يعني حين تنصت عليه وكأنه يسرد لك يعني موضوع إنشاء. نحن شخصيا يعني ما نتأسف كامل الأسف مع يعني على هذه الإذاعة هذه، وخصوصا على هذا البرنامج هذا اللي كان كيمثل يعني واحد المتنفس للجالية المغربية، لأن كما تعرفوا هنا في الجالية المغربية هي جالية يعني كتشتغل، والناس فاش كيجيو في الليل عيانين ومدقدقين بالعمل وكل شيء، يعني المتنفس الوحيد اللي كان هو هذاك البرنامج الرياضي، وبحكم ان عبد الخالق الصمدي كان انسان قريب من الجمهور الرياضي اللي هنايا موجود في بروكسل، كان كيمتعنا وكنا كنستمتعوا به وكنا كنحسوا اننا معه كاننا موجود في الميدان الرياضي مباشره. حقيقه الان لا علاقه ما بين الماضي والمستقبل، وانا شخصيا اطرح الف سؤال، لا ادري لماذا تم الاستغناء على الصحفي ديالنا القسم الرياضي في جريدة إذاعة المنار سي عبد الخالق الصمدي، وأنا أتمنى إعادة النظر وصياغة أو هيكلة هذا القسم من جديد، لأن الرياضة تتقدم ولا تتأخر، والرياضة لا تتقدم إلا بتقدم أصحابها وتقدم الصحافة المتمكنة وليس الصحافة الهاوية، وشكرا. شكرا سي محمد على هذه الشهادة، وكان كنشكرك كثير، وحنا في ابواب شهر رمضان المبارك، يعني كنتمنوا لك رمضان مبارك سعيد لكل الامه الاسلاميه ان شاء الله. شكرا جزيلا.